مع بدايه الخمسينيات قالت ان احنا عايزين نستغل هذا ايه المكان خلاص. ولكن قبل العمل اي حاجه هنا لازم بدايه اي تصاريح، خصوصا ان المكان كبير واحنا في منطقه معروفه ان هي بغناها الاثري. قال لك ان احنا لازم نبدا نعمل ايه بعض الاكتشافات او المسح الاثري. وتم فعلا عمل مسح اثري على فتره طويله لحد ما تم اكتشاف سنه 1963 هذا المبنى، وكان يعتبر اول اكتشاف. وبعد كده توالت الاكتشافات بعد كده، خلاص اكتشفنا بعد كده منطقه الحمامات والصهاريج والبيوت وحتى الاستادي هولز. بعد كده تعتبر من افضل الاكتشافات الحاليه للفتره فتره الاكتشافات. الرومان اوديوم او المبنى دوت اساسا بيرجع للقرن الثالث الميلادي، فاذا هو مبنى روماني تمام. والمبنى الروماني دوت يقال ان في ناس بقى كتير جدا قالت لك ده مسرح، بس هو الحقيقه فكره ان هو مسرح يعني مش هينفع ان احنا نقيدها، زي ما قلنا المسارح بتبقى كبيره جدا. ففي ناس قالت ان هو ممكن يكون كان مستخدم كاوديون صاله للاستماع للموسيقى. من الفتره البيزنطيه 535 ميلاديه حصل ايرثكويك، زلزال، واتكلم عنه بعض المصادر التاريخيه، وتم اعاده بناء هذا المبنى. احنا فهمنا ان المبنى تم اعاده بناؤه من خلال ايه؟ من خلال ان في بعض رموز الحروف والارقام اليونانيه لقيناها بشكل غير منظم، موجوده بشكل غير منتظم على المقاعد. فاذا معنى كده ان هو اتفكك واعيد بناؤه مره اخرى. طيب بعد اعاده بناؤه في الفتره البيزنطيه حصل تغير في حاجتين. اول حاجه تغير في الشكل. الاول المبنى كان مكون من 16 سلم، 16 بنش، اوكي، مسنود على كام حيطه؟ حيطه واحده. عادة المسارح والثياترز كان شكل هندسي بقى، مين اللي كان من كلية هندسة؟ شكل مش موجود. عادة بتبقى مسنودة على حيطة عبارة عن ارشز نفس الشكل ده. خلاص؟ علشان أولا تخفف الضغط بتاع البريشر بتاع السيتس وما تقعش. تمام؟ بعد ما حصل الانهيار الاركتكت أو المهندس قال لك خلاص احنا هنقلل عدد المقاعد من 16 لكام؟ ل 13، ده أول موديفيكيشن. تاني حاجة إن هو قال لك بدل ما تبقى سنداه حيطة واحدة بقت تبقى سنداه كام حيطة؟ حيطتين. خلاص؟ لزيادة تدعيم المكان. طيب التغير التاني اللي حصل في المبنى في العصر البيزنطي هو تغير في الفانكشن. وإحنا الأول الآراء القديمة في أساتذتنا وزملائنا الاول خالص كان بيقول لك دايما ان المكان كان بيستخدم في العصر البيزنطي كبلاتيريوم. بلاتيريوم يعني صاله للاجتماعات السياسيه، ودللوا على حاجه زي ديت ان احنا عندنا كولوم هنا مكتوب عليه جريك انسكريبشن بتتمنى فوز الحزب الاخضر وهو الحزب الحاكم على الحزب الازرق وهو الحزب المنافس. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا عندنا هنا شكل كروس، وشكل الكروس جوه سيركل كان دايما موجود في المباني اللي بتحمل طابع اوفيشال، طابع رسمي. فقال لك خلاص اكيد ده مكان لايه؟ للاجتماعات السياسيه المختلفه. اللي بدا يضعف هذا الموضوع ايه؟ اكتشاف الاستادي هولز اللي جنبها. فقال لك لا، المكان كان بيستخدم للتعليم والثقافه والاجتماعات العلميه المختلفه والفلسفيه، وان الاستادي هولز ديت كانت بتستخدم للاجتماعات دي، والاوديوم كان يعتبر اكبر واحد فيهم كان بيتم التعليم فيه. تمام؟ لغايه كده مفهوم؟ وزي ما قلنا ان في العصر الاسلامي كان بيستخدم كجبانه، وبرضه بندلل على كده من خلال ايه؟ ان احنا عندنا احد الاعمده موجود عليها كتابات مختلفه، نفس الكتابات اللي احنا موجوده على شواهد القبور بتاعتنا، رحمه الله على حسن بن زيد، زيد بن نافع، رحمه الله على علي ابو حديده، بعض الاسامي وبعض الكتابات الدعائيه. فده معناه ان هو كان بيستخدم لايه؟ كمكان للدفن. ماشي؟ لغايه كده مفهوم؟ اوكي. So this place, as we said before, during the French expedition to Egypt, it was used for making or establishing a small fortress in order to face the Egyptian resistance. And the French fortress was found in the habitation quarter, now dismantled. After that, during the British occupation, this place was used for the military camp, a military camp for the British soldiers. During the dynasty of Muhammad Ali, there was a fatal mistake placed in this place or occurred in this place, because using this place as a place for preserving weapons and gunpowder. And in one of the cases which was recorded, that a great explosion, yani explosion in Fagor, a great explosion happened in this place and affected badly on the construction of the buildings.
In the 50s, the Egyptian government wanted to make use of this place, and before any erecting buildings, they decided to make excavations in this site. After systematic excavations in 1963, the first building appeared to the world, which is the Roman Odeon, or the Byzantine Platerion, or study hall, appeared. And after that, after successive excavations, we discovered other monuments such as the houses, the baths, and also recently the study halls. Okay, type. This place dates back to the Roman period. It dates back to the 2nd, 3rd century AD, and it was used as an odeon. Some scholars suppose that this place was used as a theater. However, it's very small in size to be used as a theater. This is number one. And it consists of how many steps? 16 at the beginning. 16 steps supported by how many walls? One wall. After the earthquake, which happened in 535 AD, the architect made two modifications. Modification in the shape and modification in the function of the building. Okay? The modification of the shape. Instead of having 16 steps, they began to make only 13 steps. Instead of having being supported by one wall, it began to support by two walls in order to give more stability for the building. يعني more stability عشان يبقى أكثر بالضبط كده. تمام؟ The second modification is the modification in the function. Firstly, the scholars assumed that this place was used as a platerion. What is the meaning of a platerion? A place for political discussions. And this is based on, firstly, having different Greek inscriptions mentioning or wishing good luck for the Green Party, which was the ruling party, over the Blue Party, which was the competitive party. This is number one. And also discovering different capitals of columns having the cross. And the cross during that time, the Byzantine period, and after the spread of Christianity, became the symbol of any official building. Okay? However, after discovering the study walls, other scholars assume mainly that this place was used as a big study hall among a complex of study halls used for a center for teaching in Alexandria. Okay? And during the Islamic period, because of neglecting this place, Alexandria was no longer the capital of Egypt. This place was used as a cemetery. We discovered different Kufic inscriptions. Okay, like the inscriptions which are now found nowadays in the Islamic funerary stele, wishing mercy for different diseases such as Hassan ibn Naf', Zayd ibn Hali'a, Ali Abu Hadida, and so on. Okay? Okay.